كلامه كله كذب. اقسم بالله كلامه كله كذب. كلامه كله كذب. عندك حق لانه تغيير في اقواله عن النيابه. يا حبيبتي ما تكونش عامله حوار. انت مش فاهمه حاجه في المتفاهم. دليل الجلوكات اللي كانت عاملاها. هو عارف ان هو يعمل حاجه وما عادش يقدر يتكلم بيه. هو اللي كان بيطاردنا طول الوقت. صغيره كده قدامي عشان تتهري على الثلاثه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. يا تهري. خلاص يا خلاص يا هيا. خلاص يا هيا. انا الاختيار العصبي بعد ما سمعت اخويا هو مش انهيار عصبي. اول احنا ما جالناش انهيار عصبي عشان تقولوا انهيار عصبي. ماشي؟ احنا ما جالناش انهيار عصبي. هو واحد غير اقواله وهيثبت دلوقتي. سوق هنا اهوت ولقيت خالتي اتصلت بيا بتقول لي الحق بنتك جاي لها فيديو الولد محمد عادل لانه كانوا عارفينه برضه لانه بهدله مع النت. محمد عادل ضربها بالسكينه. قلت لها بتقولي ايه؟ جيت اجري خدت العربيه وطلعت على المنصوره على اساس ان هي لسه مضروبه بس مش مليانه. يعني كل ده ما كنتش شفت الفيديو. اول واحد تواصل معايا عشان يعرفني ان في حاجه حصلت او بنتي انضربت في المنصوره هو محمود ووالدته. لكن انت اتكلمت في اسرار بيتي وبتتكلم في حاجات. بتقول سؤال هو قال ان امها السبب ليه. ردي عليا. عايزني اقعدها من شغلها وما وداهاش القاهره وقعدها له في المحله. تمام. يقلب فيها زي ما هو عايز. ايوه. عشان عشان يبقى يضايقها. هي بعيد عنه احنا في المحله وهي عشان خاطر هي كانت متعلقه بالمراسل زياده. وتعلقه بيا. لو كانت قالت لها مثلا خطيب لك خطيب. لا مش للدرجه. يعني لو رجعت الايام يا منيره هتعملي ايه عشان تشيل الشيطان اللي مش عايز يطلع ده؟ انا كنت عملت حاجات كتير قوي. هتعملي ايه؟ انا ما كنتش اعرف. هتهجم محمد؟ اه انا فعلا شقتي البيع. لو رجع بيها يمكن خلت المحامي يتخلى. انا كنت عايز امشي من المحل. ده لو بلطجي البلطجيه مش هيخليك. دخل على البوست اللي انا عرضاه عشان بيع الشقه على السماسره. يقول لهم كلام وحش عن الشقه عشان ما اعرفش ابيعها. وكاتب لي داخل عليا يقول لي انت عايزه تبيع الشقه على دنيره وتقعدي في مصر؟ لا انا مش هسيبكم. وهو بيبيعت الشقه برده عشان واحده برده كاتبه في التعليقات هو يعرف اسراركم منين. عرف ببيع من على النت من على اخبار اللي ايوه اصلي قاعده متابعه كلامنا وطالبين اسئله وعايزيننا ان احنا نرد عليها. يعني واحده دلوقتي بتقول هو عرف منين المشاكل اللي كانت بينك وبين والدها. طب ما هو شيء طبيعي في مشاكل بين كل اسره وبين الاب وبين الام. هو بيطبز يا جماعه. هو بيخرف. بيخرف. وهي بنت هتحكي له عن مشاكلنا ليه؟ هو مفيش اساسا بينها وبينه كلام. لا هو اصلا مفيش بينه وبينها كلام عشان تحكي له. ما هو مفيش مشاكل يا جماعه. مفيش كلام اصلا بينه وبينها. ده واحد مش هتشوف افضل منه. فاضي فاضي. بتقول لك ربنا يصبرك ده ربنا ينتقم منه حسبنا الله ونعم الوكيل. ازاي الواد العفن ده الشيطان ده مع كل الفضل اللي بيعمله عشان يطلع الاول صح؟ يطلع الاول ما تفهمش. بدماغين. لا مش لطيف قوي. مش فاهم يعني عنده فوضى لان هو يطلع الاول يطلع التاني بقى. ده فظيع. لو سمحتي ده فظيع بجد. يعني انت فاهم المفروض لو سمحتي خلي مامت نيره ترد عليا على السؤال ان كان قبل كده حصل وقعه في الجامعه وضابط الامن في الجامعه شاف ان في محادثات بينه وبين نيره. هل الكلام ده صحيح؟ لا لا يا فندم. لا يا فندم. هو اول اتعرض لها في الجامعه على الملاحقه راح للامن بتاع الجامعه وبلغت عنه بس اقول عدموا العافيه. يبقى ده عادي. قالوا مالكش دعوه بيها وكتبوه عادي. هتحاولوا تكتبوه عدم تعرض برضاش. انت مسكوه ضربوه تاني.
وفي عائلة قال له ما عادش تقرب لها حتى لو في اي حاجة ده ما يدلوش الحق ان هو يذبحها ويقتلها ده لو كان ذكي ذكاء لا ذكاء ده ليه اذا بقى خطيبها او متجوزها وخلف منها عيال ما يقدرش يعمل فاكر ده راجل ده الذكاء الاجتماعي انت بعمرك ايه تاني فاكر بعمرك ايه مختلف عن الذكاء لا يا خطيبتك ولا مراتك ولا تقرب لك بعمرك ايه وطلع لم يتعاطى المخدرات خالص مفرس اصفار يا فندم انت كنت قلت انه ما عادش مع حد بيشرب سجاره قالت بنت لا في ناس قالت ان هو اكيد واخد مخدرات عشان جات له الجرأه ان هو يذبحها بالمنظر ده ده من فجاعه المنظر كل التحليلات ابيض يا ورد يا فندم الحاله اللي هو كان فيها دي توقعاتي. دي حاله حيوان أيوة. حيوان مفترس لا لا بيعمله فكله قال لك ده واخد جودو ده واخد ستروكس ايوه يا فندم ده ما بيقعدش مع حد بيشرب سجاره هو ملوش اصحاب اساسا هو ملوش اصحاب اساسا ونرجع ونقول يا فندم ونرجع لا في البيت هم قالوا كده في البيت ملوش حد هناك في البيت اكيد ليه شل الحساب دول في الجامعه انما هناك في البيت في البيت قالوا ملوش صاحب محدش بيروح له داخل علينا ارتبط بقى فلان وكذا سيس يدخل مشاكل ده معرفش بيعملوا ازاي دول اللي في الجامعه عليا على والدها عليها اصدقائها على اصدقائي يعني متهيألي لو ده كان مع اسره عنيفه شويه ما كانش حصل اللي حصل كان خاف يطلع بره بيته يقول لحد سلام عليكم بسيب واحد صح اكيد ولو كان لها اخ شاب صح؟ كان خاف منه وخاف من اصحابه الناس دي بس انا عايز اقول حاجه الناس دي عشان طيبة زيادة عن اللزوم شكرا على الإجابة تعزينا من الجزائر الله يستقبل لو أسرة شرسة كانت جابت رقبة الواد كانت جابت رقبته شكرا على التوضيح والله كان سبوق ولكن عشان الأسرة دي مسلمة لدرجة لم يتوقع ولن يتخيلوا إن هو يعمل لها خربوش لا أبدا أبدا مع إن الملاحقات اللي عملها دي في العادات العرفيه ده يتحاسب ما دي انا هقولها دلوقتي في تقرير على اليوم السابع من اتنين عنده في الشارع ما تفهمش دول بقى كانوا بصراحه كان في حاجه الجرعه كانت عاليه شويه يقول لك احنا عمرنا ما سمعنا عنه حاجه وما نتوقعش ان هو بيعمل كده اصله شخص محترم جدا عمرنا ما سمعنا صوته غير هو بيضرب امه واخواته ازاي انا نفسي اقابل الاثنين دول واسالهم ممكن قلتوا كده ازاي انا هو في اكتر من ايه لا يضرب امه واخواته لا انا مش فاهم يعني ايه محترم ده كده داخل الجنه ده ما بنسمعش صوته ده هو هيمشي كاسكوت اسكوت على ايه اسكوت يعني كتريقه بيتريقوا ما اعتقدش اصل بدايه الدفاع ولا دي حقيقه يا فندم محترم وده وده واللي هو فيه ده غضب من ربنا عشان كان بيهين امه وكان بيضرب امه ايوه انا من يومها وانا بقول دي دعوه ام اللي هو فيه دي دعوه ام وابواب السماء كانت مفتوحه اللي يضرب امه هو ده مصيره حضرتها ذات الواقعه في حدائق الاهرام خلص على امه وخلص على اخوه ونزل ولع السجاره والظابط قال له في ايه قال له هركب معاك بس ما حدش يلمسني وركب وبيضحك وبيولع السجارة الواد ده كده انا شايف الواد ده كده الواد ده يعني هو حقق حاجة جواه ان حب الامتلاك ان نيرة ما ينفعش تبقى لحد تاني واعتقد ان هو كمان وصل له ان نيرة هتتخطب لحد او هتتجوز حد او ان هي خلاص ما فيش امل حاجة من الاتنين الفكرة دي غلط بدرجة كبيرة جدا لا لا هي عايزة تبني كاريرها مش عايزة ترتبط بحد يوقفها عن انها توصل لحلمها هي عايزة توصل بس ده بيفش غله يعني معناها شفت حضرتك قلت ايه بيفش غله يعني جواه غل وحقد مش حب يا فندم هو الفترة اللي فاتت الملاحقات دي عنده امل الامل توقف بمجرد ان الامل توقف نفذ الجريمه هو ده الصح البطاريه هو ده الصح ده بص انا بكلمك يعني تحليلات لا وتحليلاتك على عيننا وعلى راسنا ودي حقيقه ودي حقيقه هو يمكن يكون انتقام عشان خاطر ان مثلا انكسر في وسط القعده الاولانيه من خلاله ان اهله مثلا ضربوه دي واحده دي بتش يعني هو عمال بقى بس حتى انا مهما دورت على سبب اما فاكر السبب ما كان مبرر يا باشا مش بنقول مبرر اللي انا عرفته كمان كان في واحد بيعاكس نيره
تقريبا قدام في الكليه او قدام هو حاول يدافع بقى فحاول يدافع عنها فانضرب قدامها فانكسر اكتر زي زيزو كابتن زيزو ده فانكسر قوي قدامها هو لما كان طالع عفا وبيتدرب هو زي الواد ده بالظبط اللي هو محمد صبحي في الفيلم محمد صبحي لما كان بيتدرب وهو حضرتك يا استاذ ياسين تعرف صوت نيره عشان تصدق السكرينات اللي حضرتك كاتب عنها وبتتكلم فيها هو حضرتك تعرف صوتها واحد اسمه ياسين كاتب وبيقول هي راحت فين التعليق هتلاقي في حد بس هو بيقول ان هو معاه سكرينات على التليفون وصوت نيره على التليفون استنى يا استنى يا رأفت لا بيقول اسمه ياسين بيقول بس بيقول ان معايا سكرينات على التليفون وصوت نيره على التليفون هو حضرتك تعرف صوت نيره يعني انا مش فاهمه حضرتك يعني انت مصدق كلام واحد قاتل واحد انت شفته حضرتك قدامك على ملأ الدنيا كلها بيقتل في بنت في وضح النهار حضرتك مصدق القاتل ومكذبنا بتحصل وانا في بس ناس من اهله بيقعدوا وفي ناس تبقى نفس العينه لا في واحده محترمه احنا ردينا عليها وقالت شكرا على الاهتمام بالرد وشعب الجزائر كله بيحيي في ناس محترمه موجوده وفي ناس بتتلكك يعني متعاطفه يعني انا مش فاهمه الناس اللي بتتعاطف مع قاتل ده انتوا متعاطفين مع واحد قاتل انتوا تردوها على بنتكم يعني انا مش فاهمه والله مش فاهمه ردت على ايه يا استاذ هقول لك انا بعد لا مفيش اي مبرر له احنا مش متعاطفين معاه فعلا مفيش اي مبرر مهما يحصل لو سمحتوا وصلوا تعازينا ان شاء الله نقبل العزاء يوم الحكم بالنطق بالحكم عليه بالاعدام العالم كله اجتمع حتى اللي هو يعني شافوا انه ممكن يكون انا برد على التعليقات لان التعليقات بتحرق دم حبيبتي وانا لازم ارد عليها عشان دي حاجات بتفور دمنا اخر حاجه هو يعني الواد ده ممكن يعملها معاه ان هو ممكن مثلا يضربها يحدفها بحاجه اما ما توصلش ان هو لا 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 والله يا فندم يا استاذ اسامه استايغ احنا مش عارفين مامته واخواته هم فين هم هربانين واحنا مش عارفين هم فين احنا فوجئنا انهم راحوا قوموا محامي وانهم كانوا متواجدين عنده في السجن في جمصه احنا فوجئنا في حاجات النهارده في المحكمه من الضباط احنا مش لاقيين لهم مكان احنا مش عارفين مكانهم فين مش عايزين نعرف بيقول لك انتوا ليه ما بتحققوش مع مامته ومع اخواته يا ست دول ناس في كوكب المريخ